أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين. في عام 2022 التحق ببرنامج موهبة الإثراء البحثي 350 طالب وطالبة. هذا العدد يعد كبير نظراً للشراكة التي عقدتها موهبة مع عدد من الشركاء الجدد والجامعات الجديدة في هذا المجال. نغطي مجالات صحية، مجالات هندسية، مجالات تقنية، ونغطي عدد من المدن الرئيسية، بالإضافة إلى إقامة برنامج ينفذ عن بعد منذ أيام الجائحة. أنا مجتمع مع ناس كلهم من طلبة موهبة، فمن خيرة البلد الحمد لله، وكلنا عندنا نفس الشغف إنه بإذن الله نحقق الآمال في آيسف. هذا البرنامج بالذات اللي يميزه إنك تكون بمحيط يحتويك من كل النواحي، لكن بنفس الوقت يعطيك مساحة إنك تستقل بنفسك. البرنامج في البداية كانوا يعلمونا تعليم نظري أغلب شيء، تعلمت كثير عن علوم المواد وتقنيات النانو وكيف تبنى المواد وكيف ممكن تصممها وندرسها، وتعلمت معلومات مرة كثير. بديت مع موهبة من صف سادس يوم دخلت في اختبار الكانغرو، جبت الميدالية البرونزية مرتين في الاختبار وأيضا اختبار ببراس. فكرة المشروع اللي نحن بإذن الله بنشتغل عليه هي خلايا سرطانية اسمها الهيلا سيلز. هذه الخلايا اكتشفوها في عام 1951، خلايا طبعا ما تموت. طبعا في هذا البرنامج أنا كنت في قسم العلم الوراثة أو الجينات، وتعلمت كيفية العلاج بالجينات. طبعاً حالياً أشتغل مع المشرف حقي على بحث على سرطان الغدة الدرقية، وهذا والحمد لله توصلنا إلى فكرة، والآن إحنا في التجربة في هذه الفكرة. عملي ومشروعي البحثي في هذا المركز كان عبارة عن القيام بتجربة دواء صلحوه هنا في المستشفى على خلايا تسمى Cancer Associated Fibroblast، في نوع من الخلايا اللي تكون مجاورة للخلايا السرطانية. فقمنا بتجربة هذا الدواء اللي مصلح هنا في المستشفى، وقارنا أداءه بأداء دواء كيميائي طبيعي. الأبحاث هي شيء متطور، هو ليس شيء متوقف، هو دائما يتطور ويتحدث كثير. فالأبحاث يمديك أنت تشوفها وتتعلم أكثر دائما، ويمديك تطور وتزيد من معرفتك أكثر فيها. من طموحات بإذن الله أن أكون طالب من طلاب الجامعة، أخدم ديني ورؤية المملكة العربية السعودية بإذن الله. تعلمت كيف أسوي الأبحاثات والتجارب في أسس علمية، ومن أهدافي في المستقبل أن أصبح طبيبة وأستخدم هذه الأبحاث في العلاج الأمراض. التجربة كانت مرة كويسة، تعلمت فيها كيفية تحضير بعض النانو بارتيكلز، واستعملنا كذا طريقة من ضمنها السول جل سينثيسيس والجرين سينثيسيس. صراحة البيئة هنا جدا جميلة، ويعني اختلطت بناس فكرة عالي ويبحثون عن العلم ويتطورون من نفسهم كثير ما شاء الله، ولغتهم قوية جدا، فالواحد يتطور معهم ويتعلم منهم أكيد. برامج موهبة كان لها تأثير علي أن أنا أكتشف إيش المجال اللي أنا مهتمة فيه. لما كنت أتذكر في الصف الأولى متوسط دخلت برنامج موهبة الأكاديمي وكان يتكلم عن الجينات، واكتشفت أني أنا مرة مهتمة بهذا المجال، وعشان زي كذا كملت في المجال، دخلت برنامج موهبة البحثي بنفس الشيء بالميديكال جينومكس، وإن شاء الله أني أقدر أكمل فيه بالمستقبل يعني.
التسجيل في اختبار مقياس موهبة مكني من التسجيل في العديد من البرامج وفتح لي أبواب عديدة، من ضمنها البرنامج المقام في جامعة الملك سعود للنانو تكنولوجي والماتيريال ساينس، أحد البرامج أيضا مفيدة جدا اللي تمكنت من التسجيل فيها من خلال اختبار مقياس موهبة هو برنامج فصول موهبة اللي مكنني أني أشارك فرصة مع أميز الطلاب الموجودين في المملكة العربية السعودية اللي يعتبرون في مستوى علمي راقي في أحد المدارس اللي مختار بعناية من قبل مؤسسة موهبة. راح أبعث رسالة لكل طالب يبي يدخل البرنامج هذا. البرنامج هذا برنامج جدا جميل. طبعا أغلبنا لما يسجل في برنامج بحثي أو يقرأ عن برنامج بحثي يشوف إن أوكي باحث شيء صعب. لا بالعكس، البرنامج البحثي يغير تفكيرك عن البرنامج البحثي بشكل عام، ويغير تفكيرك عن الباحثين وعن صعوبة المجال هذا. بالعكس أي شخص يقدر يكون باحث إن شاء الله. تم طرح مجالات جديدة بحثية تغطي جميع المسارات العلمية المتعلقة برحلة الطالب الموهوب، وشملت تقنيات النانو تكنولوجي وعلوم المواد وأيضا العلوم الهندسية وتخزين الطاقة والنظام الغذائي والروبوتات والتصنيع الذكي. وقال سمو ولي العهد في مستهل الإعلان عن التطلعات والأولويات الوطنية: اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم.